تصغر من قيمتك قدام الناس او مكان شغل، شو ممكن تتصرف معه؟ يعني اذا شخص استصغر من قيمتي قدام الناس، صغر من قيمتي ما بتصرف شيء. شلون؟ بتجاهله، بسكت وبسكون لحالنا انا وياه، شوف حسابك. يعني حسب الموقف، حسب الكلام اللي بيكون عاني او هيك. يعني شو ممكن تتصرف؟ ممكن سامحه، ممكن قوم اضربه، حسب. ما برد عليه، ما بتصرف شيء. ليش بدي اتصرف معه؟ بكون هو قليل قيمه، يعني هو بيكون قليل قيمه. ليش ما بترد؟ او مثلا بعدين على جنب بتقول له ليش او هيك؟ طبعا طبعا بقول له الله يسامحك، واذا في مجال يعني واعي بحكي كم كلمه. ما بتبهدل. واحد ما بتبهدل. ما شرط بهدله، يعني اذا بهدلته بدي بكون هو الصغير مو انا، لانه هو بيصغر حاله مو انا. ما صدفت وصارت معي، بس بعتقد لازم تجاهله؟ ايه طبعا تتجاهلي وتظهري انك احسن بشغلك. ما بسامحه. ليش؟ لانه استصغرني، يعني ما بسامحه. شو ممكن تصرفه؟ لانه هو عنده وعي انه الناس كلها سواسية، يعني ما بيصير. ما بسامحه انا، ما بنزل مستواي لإله هيك. شو بدي اعمل معه؟ بعمل معه شيء بمرة؟ لا طبعا لا، يعني هو هيك متربي، يعني هو هيك وعي، هيك المجتمع اللي هو فيه. اي انت بتتجاهل؟ ايه طبعا بتجاهل. يعني بنزل حالي لمستواه بجاوبه او مثله؟ اكيد لا، لاني ماني متربي هيك وماني هيك اصلا. ما بتصرف معه شيء، بقول له الله يسامحه. يعني الواحد بيعامل الاساءه بالاساءه، بس اذا كان يعني تصرف بذكاء بحكمه، يعني حاول يجذبه مثلا باسلوب بحيث انه يعرفوا خطأه يكون افضل. بتجاهل احسن شيء، لانه اذا رديت له انا انه بدي بين كثير مهتمة فيه وهيك، ما في داعي بين انه انا مهتمة. يعني ما بتصغري من قيمته مثل ما هو؟ لا ما في داعي. بستصغر من قيمته بالمثل بتقول عادي. اللي بيعاتبه بكون مو منيح، احسن شيء تسمحي خليه يستاهل ويتحمل مسؤولية غلطه. في حلين. انه الحل الاول اذا كان مقصود الولد، اذا كان مو مقصود بيقول الشاعر اذا اتاك مذمه من ناقص فالشهاده بانني كامل، فلذلك ممكن اني سامحه.